اعتصام اليوم يأتي في إطار مجموعة من السياقات يتعلق الأمر أولا برفع وتيرة النضال. هذه أول خطوة تصعيدية تقوم بها نقابة أو منظمة نقابية بالمغرب. يتعلق الأمر بالتنديد بالسياسة الحكومية اللا شعبية وعلى رأسها مجموعة من الملفات التي تتعلق أساسا بملف التقاعد. حضورنا اليوم هو حضور من أجل التأكيد أننا نقابة لا تقبل بأي إملاءات سواء من الداخل أو من الخارج، كذلك أنها نقابة ترفض رفضا تاما وباتا المس بحقوق وحقوق وكذلك مكتسبات الشغيلة بالمغرب. إضافة إلى ذلك أن وقوفنا اليوم واعتصامنا اليوم يأتي كذلك في إطار فك اللبس الحاصل حول تواطؤ بعض النقابات في تمرير ملف التقاعد. وقوفنا اليوم هو تأكيد بالأساس على أننا نرفض رفضا باتا هذا الملف الذي لا يأتي إلا على كاهل جيوب الموظفين والعاملين بالمغرب.